عموما خلينا بقى نروح لجرافيك هذه المباراه بعد ما اطمننا على الفريق سواء في فندق الاقامه او في تحركهم الى استاد القاهره، وطبعا لما يجي لنا اي لقطات لايف من ملعب المباراه هنجيبها لحضراتكم مباشره. خلينا نروح لجرافيك مباراه اليوم. زي ما قلت لحضراتكم دوري ابطال افريقيا مباراه اليوم النهارده السبت 29 فبراير 2020، النادي الاهلي يلاقي نادي سان داونز جنوب افريقيا ذهاب دور الربع النهائي النهارده في تمام الساعه 6 في الاستاد التاريخي لمعظم بطولات النادي الاهلي وللمنتخبات المصريه المختلفه. في هذه المباراه ستقام على استاد القاهره. نتائج ذهاب دور الربع النهائي الجمعه اتلعبت امبارح الجمعه 28 فبراير، نادي الزمالك بيفوز على نادي الترجي التونسي بثلاثيه مقابل هدف وحيد. كل الامنيات طبعا لنادي الزمالك ان شاء الله ان ربنا يسهل له ويكرمه في المباراه القادمه في تونس. ايضا الرجاء الرياضي المغربي ضد مازيمبي وفاز الرجاء الرياضي المغربي بهدفين مقابل لا شيء. لو بصيت على النتيجتين الحقيقه هتقول ان هم نتيجتين مريحين، ولكن 3-1 و2-0 هي نتيجة ليست مريحة ولكنها مطمئنة. في أفضل من كده، نادي الزمالك لو اتغلب 2-0 في مباراة الترجي هيبقى الصعود للترجي. نادي مازيمبي لو كسب 2-0 أو 3-0 في مباراة اللي هتلعب في الكونغو في الأسبوع القادم أيضا هيصعد، وبالتالي هي نتيجة صعبة وليست مريحة ولكنها نتيجة مطمئنة. اللي بعد كده مباريات اليوم في دور الربع النهائي في يوم السبت 29 فبراير، الأهلي طبعا سيلاقي سان داونز في تمام الساعة 6، أيضا الوداد الرياضي المغربي سيلاقي النجم الساحلي من تونس في تمام الساعة 9. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. أما خط الدفاع محمد هاني، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، متولي، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، وعمر السولية، ومجدي أفشة، والشيخ وجيرالدو، وحسين الشحات، وديانج، ووليد سليمان، وجونيور أجاي. أما خط الهجوم مروان محسن وأليو باجي. غيابات النادي الأهلي لهذه المباراة شريف إكرامي لأسباب مختلفة طبعا، محمود وحيد، حسام عاشور، حمدي فتحي، رمضان صبحي، محمود كهربا، مع المدير الفني أو تحت قيادة فنية للمدير الفني للنادي الأهلي السويسري ريني فايلر. طيب دوري نتائج دوري أبطال إفريقيا أو مشوار النادي الأهلي في هذه البطولة، في مباراة الذهاب فاز على نادي اطلع بره 4-0، ثم في مباراة العودة 9-0، وينتقل النادي الأهلي أو يصل النادي الأهلي إلى دور الـ 32 ليلاقي كانو سبورت ليفوز عليه في نيجيريا أو في غينيا الاستوائية بهدفين مقابل لا شيء، ويعود مرة أخرى في القاهرة ليفوز على كانو سبورت برباعية مقابل لا شيء، لينتقل النادي الأهلي من دور الـ 32 إلى دوري المجموعات. النادي الأهلي كان في المجموعة الثانية أولى المباريات، هزم من النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء بفعل فاعل الكل يتذكر حكم المباراة وطرده الأيمن أشرف بعد 13 دقيقة من هذه المباراة، واستحواذ النادي الأهلي طوال هذه المباراة على الكرة، ولكن في النهاية بيخسر النادي الأهلي بفعل فاعل من النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء. تاني المباريات أو الجولة الثانية بيفوز النادي الأهلي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في القاهرة. أيضا في المباراة أو في الجولة الثالثة بيفوز النادي الأهلي على بلاتينيوم هدفين مقابل لا شيء، ليعود ويعود ويتعادل النادي الأهلي مع بلاتينيوم في زيمبابوي بهدف لكل فريق. أما في الجولة الخامسة الأهلي بيفوز على النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء كان في مباراة القاهرة، ثم في الجولة الستة والأخيرة بيتعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق في السودان، ليصعد النادي الأهلي كتاني عن هذه المجموعة لملاقاة أول المجموعة الأخرى هو سان داونز، زي ما حضراتكم المباراة هتلعب اليوم الأهلي وسان داونز. طيب مشوار سان داونز في البطولة،
في دور الذهاب في دور ال 64، لعب مع ديو من الكونغو اللي فاز على سان داونز بهدفين مقابل هدف، ثم بيفوز سان داونز في جنوب افريقيا باربعة اهداف مقابل لا شيء ليتاهل لدور ال 32 ويفوز في اولى المباريات على كودور من سيشيل بخماسيه مقابل لا شيء، ثم في مباراه العوده في جنوب افريقيا بيفوز 11-1. لينتقل نادي سان داونز إلى دوري المجموعات، وفي الجولة الأولى في المجموعة مجموعة سان داونز بيفوز في أولى المباريات على بترو أتلتيكو بثلاثية مقابل لا شيء، أما في الجولة الثانية بيتعادل سلبيا مع الوداد المغربي في المغرب، ثم بيفوز على اتحاد الجزائر في الجولة الثالثة بهدف مقابل لا شيء في جنوب إفريقيا، أما في الجولة الرابعة بيفوز أيضا على اتحاد الجزائر في الجزائر بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الخامسة بيتعادل إيجابيا مع بترو أتلتيكو في أنجولا هدفين لكل فريق، أما في آخر المباريات بيفوز على الوداد الرياضي المغربي في جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء ليصعد أول عن هذه المجموعة ويلاقي النادي الأهلي. طيب جدول ترتيب المجموعة البي اللي هي كان فيها النادي الأهلي، النجم الساحلي في المركز الأول 12 نقطة، الأهلي في المركز الثاني 11 نقطة، والهلال وبلاتين الهلال 10 نقاط، ثم بلاتينيوم في المركز الأخير بنقطة واحدة. أما في المجموعة الثالثة سان داونز في المركز الأول 14 نقطة، والوداد الرياضي المغربي بتسع نقاط في المركز الثاني، وبترو أتلتيكو في المركز الثالث 4 نقاط، ثم اتحاد الجزائر في المركز الأخير بثلاث نقاط. طيب توقيتات إحراز النادي الأهلي لأهدافه، من الدقيقة 1 للدقيقة 15 4 أهداف، ومن الدقيقة 16 للدقيقة 30 هدفين، ومن الدقيقة 31 للدقيقة 45 5 أهداف، مع بداية الشوط الثاني 7 أهداف بيحرزهم النادي الأهلي في شباك المنافسين، ثم 4 أهداف من الدقيقة 61 للدقيقة 75، ثم 4 أهداف في آخر ربع ساعة من عمر المباراة. النادي الأهلي استقبلت شباكه 4 أهداف مقسمة على 90 دقيقة كالآتي: من أول ربع ساعة مفيش صفر من الأهداف، ثاني ربع ساعة هدف وحيد، ثالث ربع ساعة في الشوط الأول برضو صفر من الأهداف. مع بداية الشوط الثاني هدف وحيد بيتم إحرازه في شباك النادي الأهلي، ثم في ربع ساعة الأخيرة هدفين بيتم إحرازهم في مرمى النادي الأهلي. أما توقيتات نادي إحراز نادي سان داونز لأهدافه: أول ربع ساعة من عمر المباراة 4 أهداف، ثم ثاني ربع ساعة من عمر المباراة 6 أهداف، ويصل سان داونز لتألقه في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ويستطيع أن يحرز 7 أهداف من جملة أهدافه التي أحرزها في كل شباك المنافسين. مع بداية الشوط الثاني 3 أهداف، ثم الربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 4 أهداف، والربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة 6 أهداف. استقبلت شباك مرمى سان داونز 5 أهداف أو 6 أهداف: أول ربع ساعة هدف، ثاني ربع ساعة بدون أهداف، ثالث ربع ساعة 3 أهداف. أما مع بداية الشوط الثاني بدون أهداف، ثم الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الثاني هدف وحيد، ثم الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة هدف وحيد بتستقبلها شباك النادي سان داونز. موقف النادي الأهلي في الدوري العام المصري: في المركز الأول من 16 مباراة ب 48 نقطة، لا تعادل ولا هزيمة، مقولين طبعا في المركز الثاني. أما موقف سان داونز في دوري جنوب إفريقيا: لعب 20 مباراة فاز في 14، تعادل في 3 مباريات، هزم في 3 مباريات، له 39 هدف، عليه 16 هدف يملك من النقاط 45 نقطة، ده طبعا كايزر تشيفز اللي هو في المركز الأول. أما سان داونز لعب 20 مباراة فاز في 12، تعادل في 5، هزم في 3، له 29 نقطة، عليه 15 عنده أو يملك من النقاط 41 نقطة، يبقى سان داونز في المركز الثاني في دوري جنوب إفريقيا. تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع نادي سان داونز، وبالمناسبة أنا عايز حضراتكم تركزوا جدا في التواريخ والأرقام دي لأنها مهمة جدا. النادي الأهلي لعب مع أندية جنوب إفريقيا 21 مباراة، فاز في كام بقى؟ فاز في 9، تعادل في 6، هزم في 6، أحرز 28 هدف، استقبلت شباكه 22
هدف، أكبر فوز للنادي الأهلي في تاريخ المواجهات مع فرق جنوب إفريقيا، بيفوز على كايزر تشيفز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. الهدف التاريخي للأهلي في المواجهات الإفريقية أو مواجهات جنوب إفريقيا هو النجم الكبير وعضو لجنة التخطيط ورئيس الأكاديمية في النادي الأهلي كابتن خالد بيبو. تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز، عايز حضراتكم بس تركزوا في الأرقام دي لأنها أرقام هامة جدا. النادي الأهلي لعب مع صن داونز كام مباراة يا جماعة؟ 6 مباريات. فاز في كام؟ فاز في 3، تعادل في كام؟ تعادل في 2، وهزم في مباراة وحيدة. له 9 أهداف عليه 8 أهداف. لمن يتكلم عن العقدة سواء الجنوب أفريقية أو العقدة التونسية، أنا بس بوري لحضراتكم ومش كلامي أيضا كالعادة، ده دايما الأرقام هي من تتكلم في ملعب الأهلي. اللي بعد كده دوري أبطال إفريقيا موسم 19-20، هدافه الفريقين في البطولة حسين الشحات وصلاح محسن. حسين الشحات 5 أهداف، صلاح محسن 4 أهداف، جاستون سيرونيو 4 أهداف، وليد سليمان 3، ثابيلو مورينا 3 أهداف، ومونجيكا ماديشا 3 أهداف، وفيلا كازي 3 أهداف أيضا. إذن ده دوري أبطال إفريقيا، ده كان جرافيك هذه المباراة.